This is Heba, a 15-year-old orphan who now takes care of her younger siblings. She has been living in a Syrian refugee camp in Lebanon for almost half of her life. حرب وضرب كتير يعني مناظر بتخوفها اضطرينا انه نطلع من بلادنا كان منظر كتير بخوف والشيء انه كتير ما نتأمل ابدا وقت كنا قاعدين بالبيت وانه جيراننا كتير قريبين علينا ونحن وقت فجأة انه تيجي الطيارات تضرب لما كنا بسوريا كان بداية الحرب بال2011 كان طالع على شغله وقت راح انه على شغله ما عاد عرفنا شيء انفقد انه اي حدا ممكن راح على الحاجز او شيء وما عاد عرفنا شيء عنه ومن يوم تنفقد وما عاد عرفنا عنه شيء ولا بنعرف وينه حتى. After losing her father in Syria, Heba's family fled the conflict there to seek safety in Lebanon. Though they found some much needed assistance when they arrived in the camps, Heba's family unfortunately met with more tragedy. أمها توفت بعيد الفطر أول يوم العيد فاقت وصحت معنا بعدين قالت لنا إنه هي رايحة تنام ولا حدا يفيقها بعد بشي ساعتين جينا نفيقها لقيناها ميتة تبكي معي وما تحاول إنه تنسيني تحاول تقدم لي كل شيء إنه كرمال حس إنه أنا عندي أم وما ماني بحاجة يعني وعادي يعني والأيام رح تستمر كانت تبكي معي بعد ما مات أمي ما لقيت حدا إنه أحكي له أو ألجأ له أو حدا يحس فيني وهي لازم تكون إنه إلهم كل شيء وفجأة إنه خسروا أمهم فأنا بضطر إنه أكون مثل أمهم وأبوهم وساعدهم كتير لا أكيد إنه كتير لما بعد أطبخ بعد أشتغل بعد أعمل هيك كتير يعني إنه بنضطر إنه نروح المشفى مثلا كتير يعني أكتر من مرة مثلا كل يوم على جمعتين ما بتلاقي إلا إنه بنضطر نروح إنه مثلا واحد مرض واحد رشح قرب هيك شيء وبنجيب دواء وعادي وقت تنزل المي بجيب له اسطول وبحطها محل ما عم ينزل المي كرمال ما تتبلى الأغراض وتتبلى الحرامات اللي بنتغطى فيها بالليل. هلا لما بيكون الصوبيا موجودة إنه بنقعد برياحة وهيك إذا ما كانت موجودة نضطر نتغطى وهيك شيء بتحس إنه ما رح ترتاح أبدا كل ما بدك تقوم تجيب غراض. Winter is the worst time of year for refugees, especially when you're an orphan with no mother or father to keep you safe and warm. That's why Human Appeal are here for every human. بالشتاء إنه بالهون كخيمة كتير أوقات من عالم بتطوف مثلا بصير يفوت المي عليهم على بيوتهم مثلا بيكونوا نايمين فجأة بنفيق بنلاقي مثلا السداج الطراريح هيك منضر أكتر من 5 أيام إنه عم نشف بالغراض وهي كتير أكتر من مرة يعني حرامات الرقيقة تاع التسليم بتغطى 3 حرامات بس انه كل ما هاي بنحاول انه نكتر الحرامات كل ما حدا يمرض او يصيبه شيء. At Human Appeal, your donations help to protect the most vulnerable communities in the best way possible. This winter, please support us to keep more vulnerable families like Heba's safe and warm by providing winter emergency kits containing nourishing food, fuel and blankets. Winter kills. Please donate now. Visit www.humanappeal.org.uk or call 0161 225 0225.